دهن في السوائل وما عبر في مو وادي شليله سلام يهداكم من الكل شامل بلسن بن دعقين شيخ القبيله ومن جانبه قد جاء من اهل المراجل تلك الرجاء الشامخه والاصيله ومن بعدنا لازلت في القول قايل وبقول يا هذا الوشيه الفضيله ومن بعدنا لازلت في القول قايل وبقول يا هذا الوشيه الفضيلة جينا نحكم حسب شرع القبائل ولو تحملنا الجبال الثقيلة نقصد رضاكم يا الرجال الهوايل واللي حكم لازم لحكمه نشيله فإحنا تربينا لزرع الجمايل وكل المبادئ والصفات النبيلة وخير الكلام ما قل من شرح طايل ونستمع للرد ما في حصيلة والختم صلى وعتم المزن سابل على رسول الله نور الفضيلة وما عندنا من الأعلام إلا عفاكم وعلمكم عفاكم الله من الشر وإني عبدكم عبد ربك يا مرحبا وهلا مخوتنا شرس يا مرحبا وهلا مخوتنا شرس حياكم الله ما تهب أنوادها وشامخ المنتاب في القمة حرس رحب وزهل بالشيوخ وأفرادها قدامكم مسور قدامكم مسور إذا دق الجرس كما النمارة يسمعوا رعادها سلف القبل سلف القبل ما حد إلى المرأة يمس مثل الزجاج إذا انكسر ما عادها الحق واضح دون ما فيه أي لبس والبين القروي أقرب أخبارها ياكل غاوي حد لها أنا وبس من ساعد إبليس للمهالك قادها ما دام هويتونا فضابت كل نفس داويتم الأجراح في أكبادها مولى العنية مولى العنية للمواجع قد كبس وإعلن معفي لجلكم يا جوادها صلوا على من ذي عرج فوق الفرس محمد المختار خير يا سيادها وارحبوا وحيا الله من جاء الله